بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، وصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد بصحبة فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. سريعا أعزائي المشاهدين نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، اليوم حلقة المراجعة، مراجعة بمشيئة الله تعالى الصفحة الأولى من سورة الملك من الآية الأولى إلى الآية 12. فضيلة الشيخ خالد اقترح علينا أعزائي المشاهدين وعلى إدارة البرامج إن احنا نكون يعني بدل ما تكون السورة كاملة تكون صفحة واحدة. لماذا عزيزي المشاهد؟ يا ريت ان احنا نوفر لنفسنا نية الحفظ، يعني وقد مر اكثر من نموذج علينا من خلال الحلقات الماضية يقول اسمع، يعني طبعا والصور هذه الصور من بداية بدءا من سورة الملك الى ختام المصحف هي الصور التي نسمعها كثيرا ويحفظها اطفالنا، وكذلك يعني نحفظها نسمعها من ائمة المساجد في الصلوات، وارجو ان احنا نصلي بها. يعني طبعا احنا بنحفظ في البرنامج وبنقرا في البرنامج وبنتقن القراءه بغرض ان احنا نتعبد بقران الله تعالى وبهذه الايات في صلواتنا وفي كل شيء في حياتنا. فطبعا عزيزي المشاهد ارجو ان احنا نكون عندنا النيه ديت بدايه من خلال بدايه مراجعه هذه الصفحه لمن لم يبدا الحفظ بعد، يعني انو بس عزيزي المشاهد وان شاء الله سترى خيرا كثيرا، فالله تعالى قال ولقد يسرنا. عزيزي المشاهد هنروح في بداية سريعة مع فضيلة الشيخ خالد نشوف أهمية توجيهات فضيلة الشيخ خالد لنا بالنسبة للمراجعة، مراجعة هذه الآيات من الآية الأولى إلى الآية 12 من سورة الملك. ومن الآن عزيزي المشاهد ابدأ في التواصل معنا عبر الهاتف 23 00 900 0323، وإن شاء الله هنبدأ بعد قليل في مراجعة هذه الصفحة من السورة. فضيلة الشيخ خالد، أهم توجيهات حضرتك للسادة المشاهدين خاصة يعني بهذا القدر الذي يعني من اليوم سنبدأ به. جميل. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما التوجيهات فسأسوقها لك من كلام ابن عباس فيما رواه الطبراني بسنده عن ابن عباس أنه قال لرجل، من هنا أسوق لك أيها المشاهد الكريم هذه الكلمات: ألا أتحفك بهدية؟ هذا كلام ابن عباس للرجل. ألا أتحفك، يعني ألا أعطيك شيئا ثمينا، ألا أتحفك بهدية فقط تفرح بها، شيء ثمين وفرح. قال الرجل بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك. خلي بالك من كلام ابن عباس، قال اقرأ ادي فعل امر وما قالش تبارك بس، ده كمل عشان يحدد السورة انهي سورة هتقرأها. ولو ان الحديث وقف عند هذه اللفظة لكان الأمر كافيا، ولكن اسمع بقية الكلام وسآخذ من الحديث الشاهد وأرجئ الباقي للمراجعة القادمة. بعد أن قال له اقرأ تبارك الذي بيده الملك، الأمر التالي، وأقول الأمر أمهد لك الكلام فلن أسوق الكلام ارتجالا، ولكن اسمع كلام ابن عباس. علمها، علم يعني إذن أنا مطلوب مني أن أتعلم لأعلم. خلي بالك، علمها أهلك فقط، خلي بالك، علمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك. وسأكتفي بهذا الشاهد من كلام ابن عباس في الحديث. إذن كلام ابن عباس يدفع الرجل إلى أن يتعلم، فهل كلام ابن عباس للرجل وحده
أم أنه مسوق لكل الأمة التي تقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام فيما أخذوا عنه وتلقوا منه؟ لأن في بقية الحديث كلام كثير، ولكن نكتفي بهذا الشاهد منه ونكمل في مرة قادمة إن شاء الله. إلى اتصالاتكم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، هيا على بركة الله ننطلق في مراجعة هذه الصفحة. هنبدأ أعزائي المشاهدين مع حضراتكم، وأرجو إن احنا نستثمر الوقت على أحسن وجه، وإن احنا نركز ونوفر عند نفسنا كده نية وحلم، حلم إن احنا نحفظ من أول سورة تبارك إلى آخر المصحف. لو ما كانش الحلم ده حققناه قبل كده، إن شاء الله هنحققه معاكم بداية من النهاردة. يلا عزيزي المشاهد، ان شاء الله بدايتنا مع الاستاذة زينب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ادي الغنة حقها شوية وافخمها. حاضر. شيء ق وهو على كل شيء قدير. أعد الجملة تاني وأخلي بالي منها، هو وكاف كل. وهو على أو من أول تبارك ولا من أول؟ لا، من أول. وهو على كل شيء قدير. حاضر. وهو على كل شيء قدير. مظبوط حضرتك؟ معقول. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالراحة كده، ليبلوكم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جميل، ما شاء الله، جهد مشكور. ربنا يبارك لك. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ زينب من القاهرة. ردد عزيز المشاهد مع المشاهد الكريم الذي يتلو. حاجة صبرة تفضلي، مشكورة. وصلي يا حاجة صبرة. الذي خلق سبع سماوات طباقا. بالراحة كده يا أمي، سماوات. سماوات طباقا. جميل كده، أنا بينت المد. أخلي بالي بقى بعد كده من الطاء. طباقا. سماوات طباقا. سماوات طباقا. أيوة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 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 لا وت، لا وت. تفاوت. تفاوت. معلش. فارجع البصر هل ترى من فطور. كمان مرة كده بالراحة. فارجع البصر هل. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. بالراحة كده يا أمي، قولي وراي كده بالراحة. ثم ارجع. ثم ارجع البصر كرتين. البصر قرتين. قرتين لا ك كرتين. كرتين. ينقلب. ينقلب إليك البصر خاسئا. إليك البصر خاسئا. وهو حسير. وهو حسير. ما شاء الله، جميل، جهد مشكور يا أمي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حاجة صابرة. مع الحاجة أم أحمد من الدلية. تفضلي يا أمي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين شياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. سلم يا رب، ما شاء الله، جميل يا أم، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة أم أحمد. الحاجة أم كريم من الجيزة، تفضلي يا حاجة أم كريم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. بصي حضرتك، اقرأي بالمرتبة اللي تعجبك، حدر أو تدوير كما تحبين، لكن بشرط أن تراعى الأحكام. بمعنى إن أنا هقرأ قصر، لكن بيان الحروف الهمز اللام تأخذ حقها من ترقيق أو تفخيم، يبقى كده
أقول إذا ألقوا، مش إذا ألقوا، لا قل، لا إذا معايا؟ حاضر مع اتفضلي. حضرتك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شهيق القاف، شهيقا وهي تفور. شهيقا وهي تفور ايوه كده؟ تمام ماشي حضرتك، بارك حضرتك يا رب. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما شاء الله، جهد مشكور، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لأم كريم. هنروح للحاجة فاطمة من إسماعيلية، اتفضلي يا أم. قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. بصي يا حاجة فاطمة، نعم بإمكانك تقفي عند كلمة نذير عشان النفس، ماشي كده؟ وحضرتك حاضر لما تبدأي فكذبنا، مش أنت اللي كذبتي، ده هم، آه. فأكيد يعني هذا ليس في الاعتقاد، طب فرفقا بنفسك كده وبالراحة. طب ممكن تقولها يا شيخ حاضر، بعد قولي إذنك؟ ورايا كده يلا. قالوا بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى لا قد بالراحة، بس جاء، بالراحة بالراحة. قالوا بلى قد، قالوا بلى قد، لا المد زاد، قالوا بلى قد، قالوا بلى قد، قد جاءنا نذير. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. ايوه كده، حضرتك في حكم المضطرة وضيق النفس، ده رقم واحد. فالوقف الأول رأس آية عند أبي جعفر، فما يعني ما أو عند المكي، فما نتضايقش، حاضر فنخلي بالنا المضطر له حكمه، فنخلي حاضر. بالنا من هذا في الوقف والابتداء. ربنا يبارك فيك يا حاجة فاطمة، كملي لسه آية. وقالوا، وقالوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو ما نا، كنا، لا أو نا، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كمان مرة كده، ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير. ما شاء الله، جهد مشكور، بس اخلي بالي من الراء ترقق في كلمة السعير. السعير. ايوه، نسأل العفو والعافية، احسنت يا حاجة فاطمة، شكرا ما شاء الله، شيخ، جميل، شكرا العفو. شكرا شكرا جزيلا للحاجة فاطمة. بنسمع ليها ابننا عمار، اتفضل يا عمار. عمار من الدقهلية، اتفضل يا عمار ووطي صوت التلفزيون. حاضر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ من الآية 11 يا عمار، واصل التلاوة يعني. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير. ما شاء الله، ممتاز يا عمار، الله يفتح عليك ابني، وأسروا احسنت يا ابني، قولكم أو حسبك يا اجهروا عمار، به. حسبك، خلاص انتهيت يا عمار، ما شاء الله عليك احسنت، ابني، يعني قارئ صغير، ربنا يبارك فيك. شيخنا تعقيب حضرتك. ما شاء الله عليك يا عمار، ربنا يبارك فيك، احسنت. طيب شكرا ليك يا عمار. عزيزي المشاهد، ابدأ تاني من اول الصورة ان شاء الله. هنبدأ مع الحاجة ام اشرف وحفيدها سيد، اتفضلي يا امي. وعليكم. طيب انت اللي هتبدأ شيخ سيد، اتفضل. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز ما الغفور. شاء الله يا صدق سيد، الله تقدم العظيم. كبير يا سيد، الله يفتح عليه. جميل. اتفضلي يا حاجة أم أشرف. خلاص لسه آية ولا خلاص؟ آيتين يا أم، آيتين آيتين. طيب لسه اللي بعدين. لا هو قال آيتين خلاص يا أمي. الذي خلق خلاص سبع يا سماوات خلاص يا طباقا. سيد، يا سيد أنت قرأت يا سيد، قول لي تيتا خليها هي تقرأ من هنا. هو قرأ خلاص، أيوه أنا قرأ هبدأ آيتين، من الآية حضرتك كاملة. هتقرأ آيتين يا أم، 3 و4. 3 و4 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بالراحة كده يا أمي. نعم. سماوات طباقا، التاء أخلي بالي منها والغنة وبعد كده طاء كده. الذي خلق سماوات، سبع سماوات طباقا. لا طباقا، لا طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ايوه كده. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ما هل ترى من ينفع فطور نقول كده فرجي الجيم، فرجع فارجع البصر. البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كمان مرة كده. كرتين. نعم. ثم ارجي، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ما حسير. شاء الله، جهد مشكور، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة أم أشرف. أعزائي المشاهدين هنسمع بالدور كده أم أسماء والأستاذ عمر، آيتين آيتين يا فندم اتفضلوا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كمان مرة كده ونخلي بالنا، زينا. ولقد زينا بس أبين الدال السماء. من إزاي، بالراحة. ولقد زينا. ولقد لأ، زينا. ولقد ز، لأ ولقد ز، ولقد ز الدال، ولقد مقلقلة. يعني ولقد، أيوه أيوه كده. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كده القلقلة مضبوطة، عايزين بقى الغنة في النون. زينا، زينا. ينفع نضم الاتنين مع بعض؟ ولقد زينا، ولقد زينا. ماشي معقول. سماء، لا مش سماء، السماء. السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لا للشياطين. ايوه. وأعتدنا لهم، وأعتدنا، القلقلة برضو. وأعتدنا لهم عذاب السعير. كمان مرة، وأخبين الألف اللي بعد النون. وأعتدنا لهم، وأعتدنا لهم. القلقلة فين؟ وأعتدنا لهم أيوه عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. جهنم، جهنم، وبئس المصير. ما شاء الله، جهد مشكور، الله يفتح عليك. قوفيا سمولا شقيقا ما يتفور تكاد تميز من الغيط. لا بالراحة، تكاد تميز بالراحة تكاد بس. تميز من الغيط. أيوة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها. سألهم خزنتها. لا سألهم. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما شاء الله يا شيخ عمر، بس ليه عندك كذا كذا غنه؟ بخلي بالك بعد كده منها، الله يفتح عليك يا شيخ عمر. شكرا للاستاذ عمر. الاستاذه زينب من القراءة اتفضلي يا فندم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كمان مره، وما وصل كلمه نذير بكلمه فكذبنا، تراعي تفخيم الراء والغنه ترقق تبعا للفاء، يبقى كده نذير ف
لكن ما اقولش نذير ف، لا، الغنة لها حكم والراء لها حكم، فأخلي بالي لا يطغى هذا على هذا ولا ينفك هذا عن هذا. يبقى الراء تفخم، نعم، الغنة ترقق، نعم، نذير ف، نذير ف، إنما نذير ف دي رواية أخرى. حاضر. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. حضرتك فكذبنا وقلنا، واكيد لا تعتقدي هذا، انت مضطره. لا لا، انا ما اقصدش حضرتك، آه. انا اقصد الحكم الراء أدي. اتفخمت اه والتاء نعم الغنى. نعم معقول، جميل. حاضر. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما شاء الله، تلاوة طيبة، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للأستاذة زينب. أم الحاجة ثناء، تفضلي أم وصلي. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. القلقلة فين يا أمي؟ بالغيب. بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. جميل، أخلي بالي من الميم في قوله لهم، يعني الميم ترقق، لهم مغفرة يعني الميم ترقق، والغين بعد كده تفخم، ثم الفاء ترقق، لكن ما أقولش لهم مغفرة، لا، لهم مغفرة. كمان مرة. لهم مغفرة هكذا. معلش، هي بس أمر محتاج تدريب شوية، اسمعي مني كده، لهم مغفرة وأجر. يبقى أنا أخلي بالي من الحروف مفخم مرقق، فهي محتاجة تدريب شوية، لكن ده مجرد تنبيه والامر يحتاج لتدريب، انما ما شاء الله تلاوة طيبه يا امي، الله يفتح عليك. جزاك الله خير. اسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا للحاجه ثناء ام العزيزه. اعزائي المشاهدين، يعني هنبدا الصوره من اولها تاني، وهنبدا من اول ان شاء الله الصفحه من الايه الاولى، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البيانات في سورة الملك. عزيزي المشاهد، بنراجع السورة من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشرة. هنبدأ عزيزي المشاهد مع الحاجة أم خالد من اسكندرية. طبعاً استعدنا نشاطنا بعد الفاصل، وأرجو إن احنا نزداد تركيز ونكون نيتنا زي ما قلنا في أول الحلقة إن احنا نحفظ ونتقن التلاوة إن شاء الله بالنسبة لهذه الصفحة، ونكررها طوال الأسبوع لحد ما نيجي للصفحة اللي بعدها. اتفضلي يا أم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير يا أمي. نعم. الراء في كلمة قدير لما جاء أف ترقق، قدير. حاضر. وهو على كل شيء قدير. جميل، بس الغنى بقى بالمرة، شيء قدير. على كل شيء قدير. بص يا أمي. أي. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. أيوة كده، ما شاء الله، جميل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جميل، بس في أجمل من كده يا أمي. ليبلوكم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. ما شاء الله، جميل يا ام، الله يفتح عليك. الله يخليك. شكرا جزيلا الحاجه ام خالد من اسكندريه. ومن القاهره نسمع الحاجه سميره، اتفضلي يا ام.
الذي خلق سبع سماوات طباقا. يا حاجة سمير. الذي خلق سبع سماوات. يا حاجة سميرة. نعم. الله ينعم عليك ويديك الصحة والعافية. أمين. احنا وانت. اللهم آمين يا رب. هدئي كده من السرعة واقرأي بالراحة وتبقى زي الفل إن شاء الله. الذي خلق سبع سماوات. طيب سماوات. سماوات سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى. يا حاجة سميرة. نعم. أخلي بالي من كلمة تفاوت. تفاوت. أيوة كده. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. دي كافية أمي. كرتين. أيوة. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تسلم يا أمي، جزاك الله كل خير وجهد مشكور ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا الحاجة سميرة. ونروح الحاجة أم علاء من البحيرة. تفضلي يا حاجة أم علاء. حاجة أم علاء. طيب عودي الاتصال تاني يا أمي. الأستاذة سهام من القرية. تفضلي يا أستاذة سهام. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كمان مرة اسمعها الجملة دي بعد إذنك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أحرص على بيان اللام الساكنة الواقعة في وسط كلمة جعلناها. وجعلناها. أيوة كده. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما شاء الله، تلاوة ممتازة. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للأستاذة سهام. نسمع دلوقتي الأستاذة إيمان. تفضلي يا أستاذة إيمان. إذا ألقي فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. طيب بالراحة كده إيمان. إذا ألقوا. ماشي حاضر. إذا ألقوا فيها. أيوة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جميل. أخلي بالي بقى من كلمة شهيقا. شين فتحة شا، تبقى شهيقا. شهيقا. أيوة. وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقوا فيها فوز. بالراحة. تكاد تميز من الغيظ. وقف. كلما تميز من الغيظ. بالراحة يا إيمان. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها. كلما ألقي فيها. فوج سألهم. فوج سألهم. خزنتها. خزنتها. ألم يأتكم نذير. ألم يأتكم نذير. ما شاء الله، ممتاز يا إيمان. بس في أحسن، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا ليك يا ايمان. هنروح للحاجه ام كرم من البحر الاحمر. اتفضلي يا حاجه ام كرم. الو، السلام عليكم. هو عليكم السلام ورحمه الله. قالوا بلى قد جاءنا نذير. طيب تقولي ورايا يا حاجه ام كرم. حاضر. تقولي ورايا ولا تكملي؟ اكمل اللي انت عايزه. لا انا بس عايزك بس ايه تخلي بالك، ايه يعني ايه لما تيجي تقريها كده مع نفسك تبقى تاخدي ثواب كتير وكبير. كملي اللي انت عايزه. انا تحت امرك. تسلمي، ربنا يبارك فيك. كملي يا امي. قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير.
عقلوا ما كنا في أصحاب السعير. تسلمي يا حاجة أم كرم، هستأذنك بقى قولي ورايا بقى بعد إذنك. ممكن؟ ألو؟ حاجة أم كرم؟ للأسف انقطع الاتصال. معلش. طيب شكرا ليك يا ام كرم، وارجو عزيزي المشاهد ما تقفلش الخط على طول واستنانا لحد ما تسمع تعليق الشيخ على التلاوة. هنروح لحاجة خديجة من القاهرة، اتفضلي يا ام. واعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله، صدق الله العظيم. متعك الله بالصحة والعافية، اللهم آمين. تسلمي يا حاجة خديجة. شكرا جزيلا الحاجة خديجة. عزيزي المشاهد هنبدأ من الآية الأولى مرة أخرى مع الحاجة أم سيد من الجيزة، اتفضلي يا حاجة أم سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة حضراتكم. الله يسلمك يا فندم، الله يبارك فيك. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هنستعيد يبقى كده يا حاجة مسيد. نعم. لو هستعيد يبقى الاستعاذة كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالراحة كده. والحياة ليبلوكم. والحياة ليبلوكم. والحياة لي. والحياة ليبلوكم. أيوة ليبلوكم. ليبلوكم. لا ليبلو و. ليبلوكم. أيوة. أيكم. أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. أحسن عملا. أيوة. وهو العزيز الغفور. العزيز الغفور. العزيز الغفور. ما شاء الله، جهد مشكور يا أم سيد، أفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة أم سيد من الجيزة. هنسمع الحاجة أم أمنية، اتفضلي يا حاجة أم أمنية. الذي خلق سبع سماوات طباقا. بالراحة كده. سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين. دي كاف يا أمي، كرتين. ثم ارجع البصر كرتين. يا أمي كا، لا كا، ك فتحة ك، كرتين. لا مش كرتين، كرتين. كرتين. معلش. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بالراحة بقى كده. ينقلب إليك، البأسة كده يا أمي. ينقلب إليك. ينقلب إليك. البصر خاسئا. البصر خاسئا. وهو حسير. وهو حسير. ما شاء الله، جهد مشكور يا ام تسلمي. شكرا جزيلا الحاجه ام امنيه، بنرحب بالحاجه لبنى من دمياط، اتفضلي يا فندم واصلي. حاجه لبنى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يا حاجة لبنى. أيوة نعم. أولا هي واقفة كويس، أقلها صلي يعني، ولو عايز أوصل مفيش مشاكل، بس أخلي بالي إن النون للشياطين. ماشي حاضر، عذرا حاضر.
أقول تاني إن شاء الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جهد مشكور جزاك الله كل خير، بس اخر حرف يبان رجاء بعد كده. شكرا جزيلا للحاجة لبنى من دمياط. هنسمع الأستاذة منى من القراءة، اتفضلي يا فندم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. بالراحة على النفس. حاضر. كم مرة كده؟ إذا ألقوا فيها سمعوا. إذا ألقوا فيها سمعوا. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. مش كده أحسن؟ ربنا يبارك لك. أكمل؟ كملي. تكاد تميز من الغيظ. بالراحة بقى كده. تميز من زمن. يعني ما طولش في الضمة قوي. لا أشبع الضمة. حاضر. تميز من الغيظ. بس ما ينفعش أقول تميز من الغيظ، أو تكاد تميز. تكاد تميز من الغيظ. جميل. الظاء بقى عند الوقف اخلي بالي من طرف اللسان. أيوة. الغيظ. عايزها تاني حضرتك؟ اكون شاكر الافضال. حاضر. تكاد تميز من الغيظ. معقول. كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما شاء الله، جهد مشكور وتقدم كبير، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة منى من القاهرة. الأستاذة تيسير من قناة، تفضلي يا أستاذة تيسير. وقالوا بلى قد جاءنا نذير. بالراحة كده يا حاج تيسير، كمان مرة كده. قالوا بلى. قالوا بلى. لا ما زودش في المد. قالوا بلى. قالوا بلى. قد جاءنا نذير. قد جاءنا نذير. المد يا أمي. جاءنا نذير. قد جاءنا نذير. ماشي يا أمي. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. بص يا أمي. إن إن أنتم إلا في ضلال كبير. ضلال كبير. جميل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بص يا أمي بالراحة كده. وقالوا لو كنا. وقالوا لو كنا. نسمع أو نعقل. نسمع أو نعقل. ما كنا في. ما كنا في أصحاب السعير. أصحاب السعير. ما شاء الله، جهد مشكور يا حاجة تيسير، افتح عليك. شكرا جزيلا للأستاذ تيسير من قنا. نروح للجيزة مع الحاجة زينب، تفضلي يا فندم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا أمي. نعم. الوصل هنا أولى. ده لحضرتك عشان ما شاء الله عارف ان حضرتك تعرفي تجيبيها. يا ريت اعرف اجيبها. لا ان شاء الله، ما شاء الله عليك يا ام. لا انا عارف وعشان كده قلت لحضرتك، انما لو حد اخر تاني نفسه كده قصيد ماشي، انما لحضرتك ما ينفعش. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ايوه كده. ان شاء الله عليك. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما شاء الله يا أمي، الله يفتح عليك. جميل.
شكرا جزيلا الحاجة زينب من الجيزة، بارك الله فيكم جميعا أعزائي المشاهدين. هنبدأ تاني ونعيد ونكرر لحد ما نتقن إن شاء الله التلاوة والحفظ معا. أمة الله من دمياط، أمي العزيزة اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كمان مرة كده وبالراحة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أيوة شكرا. تمام كده معقول. ربنا يبارك في عمرك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كم مرة؟ ليبلو. ليبلوكم. أيوة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما شاء الله، جهد مشكور، جزاك الله خير. الله يحفظك. شكرا جزيلا للحاجة أما. هنروح للحاجة منال من اسكندرية، اتفضلي يا فندم. الذي خلق سبع سماوات طباقا. لا. طباقا. طباقا. اه ده رقم واحد. ده رقم واحد. رقم اثنين تفخيم الغنة، سماوات طباقا. طب عادة ان شاء الله. ماشي. الذي خلق سبع سماوات طباقا. تمام لسه شوية بس معلش. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فخم هل ترى فارجع. من نفخم الراء ثر مش فر ثرجع. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع تفخيم الراء. ثم ارجع البصر كرتين تفخيم الراء. كرتين كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما شاء الله، جهدي مشكور بس الأمر يحتاج بعض التدريب يا أمي، الله يفتح عليكي. شكرا جزيلا الحاجة منال من اسكندريه، وبنعتذر لام يوسف. عزيزي المشاهد للاسف انتهى الوقت سريعا مع حضراتكم، شكرا جزيلا لشيخنا، شكرا لكم جميعا اعزائي المشاهدين. الى اللقاء القادم، اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.